عام 2021 المؤجلة من العام الماضي هنا، وبالتحديد في إطار مباريات الدور ثمن النهائي، مباراة المقامة هنا في ملعب جوفوما في دوالا ما بين منتخب كوت ديفوار أول المجموعة الخامسة في مواجهة المنتخب المصري صاحب المركز الثاني في المجموعة الرابعة. منتخب كوت ديفوار له لقبين في هذه البطولة. خلال مشوار ورحلة التأهل منتخب أمامنا هنا منتخب كوت ديفوار تفوق على غينيا استوائية بهدف، تعادل 2-2 مع سيراليون ثم فوز على الجزائر 3-1 وتصدر المجموعة الخامسة. منتخب مصر حل ثانيا في مجموعته المجموعة الرابعة بعد مجموعة الكاميرون، وهو حل ثانيا في مجموعة الكاميرون 2022 في قطر. أدي أمامنا محاولة تسديدة خطر أمامنا، أدي أول كرة من نجم الميلان فرانكيسي، أول كرة من جانب فرانكيسي أمامنا هو أول محاولة من واحد من مفاتيح اللعب صناع اللعب، لكن عنده القدرة على الكيل في مباراة نيجيريا والانتقادات اللي وجهت للجزائر. هذه مبدأ إيريك باي مصطفى محمد، الكرات الحقيقة بعدم ترك المساحات لهذا الفريق اللي كان سجل بالمناسبة في مرمى غينيا استوائية. خطورة المنتخب الأمامنا الإيفواري اللي بيكمل، لكن على طول المرات تغطية دفاعية ممتازة من مرموش. سيرجيو ريه عنده خبرات كبيرة سواء مع باريس سان جيرمان أو مع السبيرز أو مع نادي فياريال طبعا بعد انتقاله لفياريال في مطلع هذا الموسم، والادوار الدفاعيه المراوغه خطيره. التسديده هذه امامنا للمره الثانيه دائما من جانب مصطفى محمد، المساحات وفاول، فاول وممكن يكون معاه الانذار الاول، فاول وممكن انذار لسيمون ديلي امامنا هنا في اول كوره واول محاوله. منتخب المصري بيحاول يستغل المساحات اللي ممكن تتواجد لان امام تشيلسي ان شاء الله في نهائي كاس رابطه الانديه الانجليزيه المحترفه. عمل التدخل، ادي التدخل حاولت السقوط امامنا عمرو السوليه، عمرو عنده إصابة كانت أمام القعفي في مباراة سيراليون. هذه أمامنا السنغالي في 92 و2015 وكان عندهم وصافة في 2006 و2012. تدخل في اللي فاتت أمامنا هنا مصطفى محمد واللاعب كونان صل عمر مرموش وادي الانطلاقة، لكن حمدي فتحي مقطوعة حلوة أوي وتسديدة هي في الأرض. أعلى كورة، أعلى كورة، أول كورة مصرية في الدقيقة 17 عمر مرموش أمامنا، واحدة من الكرات اللي العدة حلوة أوي يا ولد، عدى أحمد فتوح، فتوح فتوح اتأخر لكن خد فاول، فاول فاول لصالح أحمد فتوح، فاول لفتوح، عودة فتوح قوة الحقيقة من اللاعبين اللي بيشاركوا مع المنتخب. هنا الأدوار الدفاعية محمد النني، شفنا منذ لحظات تغطية ممتازة كانت من حمدي فتحي وعلى المهل قوي بدلاء المنتخب المصري النهارده في مباراه اليوم، ابو جبل ومحمد صبحي وايمن اشرف ومام عاشور ورمضان صبحي وامامنا هادي. ابتدى الكوره عمرو السليه يلعبها حلوه قوي لصلاح، هي 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 صلاح، يا محمد يا صلاح بص المساحات وشوف الاداء المصري امامنا اهو. خلاص المنتخب المصري مهم قوي الجماعيه الوحده ما بين الخطوط. سيرجيو ريه خطيره يا ولد يا حمدي، يا ولد حمدي فانطلاقه، عمر كمان واخد قرار من بدري قوي، عمر كلاح الركنيه على القائم الاول، لكن على طول المره دي بيقابل، يقابل امامنا النهارده اللاعب إيريك بايه اللي بيرتدي قبعة الخاصة بالهوكي لتأمين إصابته، كان عنده إصابة عشان كده كان غاب عن مباراة الجزائر، وادي تمريرة لكن طويلة ما يحققهاش أمام نادي سموحة، واحد من اللاعبين اللي بيعدوا إضافة أمامنا على طول مميزة جدا منهم الحكم ندالة ومنهم كمان أمين عمر المصري ومنهم تسيما بملاك ومنهم رضوان جيد. ضغط على جراديل، النني يضغط لكن فاول، في فاول، في فاول امامنا، في فاول من جانب حكم اللقاء. حكم اللقاء بيدي فاول لصالح كرات الثابته، التسديده اتغيرت اتجاهها.